كايزوكوني أريد أن أرو. خلونا نبدأ. هذه الحلقة برعاية متجر دريم ستيشن، مقدم لكم كل هذه الهدايا: 4 أجهزة نينتندو سويتش، بلاي ستيشن 5، هورايزن ليميتد اديشن، سماعات، ألعاب، كل شيء وأكثر. الموقع يقدم لك خدمة التقسيط، لو بتشتري من عندهم رابطهم موجود مربع الوصف تحت، تقدر تدخل عليه وراح نسوي سحب على هذه الجوائز لواحد من المتابعين من الكومنتات اللي موجودة تحت. كل اللي عليك تكتب كومنت، أي كومنت، وإن شاء الله ممكن يكون السحب أحد هذه الأجهزة وأحد هذه الهدايا من نصيبك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في انطباع حلقة ون بيس، الحلقة 1015. خلنا ناخذكم لفة مع التفاصيل. طبعا بداية الحلقة أنا قلت بس بيسوون نفس حلقة طافة، تكرار رسوم مدري إيش، يعيدون ويزدون في نفس يعني القصة، لكن في اختلافات بسيطة لكن مهمة. أول شيء مهم بين كلام يامتو وإيس أنه قاعد يلمحك الكاتب ان لوفي فعلا هو الشخص المنتظر. ايس يقول اخوي لوفي طول الوقت يقول بصير ملك غراسنة، كنا نضحك عليه لكن ما راح اسمح حق اي احد يضحك عليه. يعني شوف لاي درجة ايس عارف انه اخوه الصغير هذا فعلا بيحقق حلمه، انه عنده امكانيات. مو نقصن فيني انا يا ايس، لكن متأكد ان اخوي هذا فعلا بيصير. تأكيدا على كلام ايس، ياما طول الوقت ماسك الكتاب قاعد تدفه في وجهه تقول ايه كانت تقول جولدي روجر ذكر هذا الشيء. بعد 20 سنة بيجي أحد بيتجوزنا كلنا. طبعا جات 20 سنة، جاء لوفي، جات تربي سنتين مع الغتة اللي بتجي بكم 20 سنة، وهذه يثبتك أن لوفي فعلا هو فتى النبوة المنتظر، وهذا اللي ينتظره كنز الون بيس. النقطة اللي بعدها مشاعر يامتو، كيف أنه تستمحق القصص من فم إيس وقاعدة ومستانسة مدري شنو، وقاعد تتذكر الانيميشن الرسم اللي جاي يا جماعه الخير، اقسم بالله تشوفه بسيط لكن اعطاني نكهه اسما رانكين. كيف انها تشوف كلام ايش وقاعد تتخيل افراسها، تتخيل ردود الناس، الوايت بيرد، جولدي روجر، ان جولدي روجر قاعد في جهه هناك، واودن وهي واللحيه البيضاء قاعدين في جهه ثانيه، قاعد تتخيل كلام اللي كاتبه اودن في الكتاب يقوله روجر، تسمع كلام إيس وقاعدة. يعني المشاعر اللي ظهرها الرسمة والأنيميشن بشكل عام كانت 10/10. أنا صراحة ما تمللت من هذا الشيء، بالعكس عجبني الموضوع واستنست. خلاص الكاتب قاعد يقول لك خلاص الحين دقت طبول الحرب، الحين خلاص الشيء اللي بيصير هذا وقت الزبدة، الحين أركوان بيبدأ، الحين الزبدة الحصيلة، خلينا نقول الناتج من تدريبات لوفي، تدريبات زورو، اجتماع الكزاي التسع كلهم إلى آخره. الآن نقدر نقول إن جميع الكروت لبداية هذه الحرب العظيمة، الحرب المجنونة، تجمعت الآن على قمة أو في منتصف أونيغاشيما. عساني ما يفتعل في الاسم. بس النقطة اللي بعدها يا جماعة الخير، هذه زبدة الحلقة كلها. يقول لك دائما يقول لك الزبدة في الأخير، يعطيك إياها الكاتب. الاستوديو في الأخير يا جماعة الخير، ارتداء القبعة لوفي بعد ما لكم لوفي الباب وقاعد يمشي وناظر مشيته بين كايدو وبين البيج مام، كيف الجبروت زورو كان خلاص، زورو حس انه بيقوم لوفي بيقوم البوكس خلاص، لانه كيلر جا، كيد جا، لو جا، قال باقي لوفي وينه، باقي الخبل الاخير او الغبل الاخير ما جا وينه. اساس المشكلة كلها واساس الحرب هذه من بعد كزايا لوفي وينه. فدخول لوفي مشيت لوفي يا جماعة الخير، والله العظيم الكاتب قاعد يقول اسمع انا ما سخرت لوفي كفاية، لكن الحين جوقت الجد. انا ما ادري يوصل بعد هذا كله، لكن الكاتب يقول لك يلا هذه الحين لحظة لوفي. مشيت لوفي بين اليونيكو كايدو والبيج مام، مطنشهم ما يشوف اي احد، يمشي بينهم حتى ما طقطق رأسه، بالعكس مشى ولا بشايف احد، وهو يمشي متجه إلى كايمون. يعني وموس هنا يعني صدمة الكبرى، كايمون يعني مغبون ولاحق العار ومدري إيش، يقول ما أدري كيف أواجه أودن لمت. أرجوك يا لوفي أحمل وانو على ظهرك، أرجوك. يقولها يعني بدموع ودماء ومشاعر، يعني طلعت هذه أثرت فيه بشكل يعني تخيل من قوت ما هي مركزة مسوي كذا. تعرفون اللقطة هذه كمية المشاعر، وماسك ظهر لوفي من وراء
يقول احمل وانو على ظهرك يا لوفي، يعني انت حقك حلمنا، حقك حلم اودن لا انا مع الكزاية التسعة ما قدر نسويه انت، يعني خاص لوفي شافها طايح قال عيب عليك، عيب عليك بالطبع بشيلها بشيلها، هذه دولة خوي، هذه دولة صديقي، كنوت موداتشي شيماوا، يعني يقول هذه جزيرة خوي ولا شيلها، عيب علي بالطبع بشيلها، ازهلها يا كاينمون عندي، ازهلها خلها عندي. الكاتب او الاستوديو مكتب بالرسم هذا، طبعا الاستوديو مكتب المشاعر هذه بالرسم هذا، الاستوديو اخذ الرسم يا جماعة الخير واخذ الساوند تراك، يا الله الساوند تراك، يا الله الساوند تراك، كلكم عن ايش اكلمكم عن ايش احدثكم عن ايش، يا الله يا الله احدثكم عن ايش، يعني الساوند تراك اللي يشتغل في لحظة ما كايدو هاجم لوفي، لوفي يمطار فوق تفادى الضربة وفعل قير الثالث، سوّل ألفنت جن على ريد هوك ما على ريو على هاك تصلب، يا جماعة الخير صار ميكس مجنون يا جماعة الخير، هذه تقنية جديدة، طبعا ما غشيت هذا تتابع الحلقة مرة ثانية يدري، لوفي أظهر تقنية جديدة، طبعا التقنية أظهرها لوفي هي ريد هوك لكن بأسلوب الجير الثالث ومدعمة بالريو، لكن هذا مهمني كله، هذا خلوه على جنب، هذا خلوه على جنب، قبل لوفي يظهر الضربة كيف جمع المشاعر حق كل اللي صار، تذكر كلامهم مع انت يا الكزية التسعة، تذكر وضع انت يا هلوان واللي ما يقدر يحزنون بطريقة مناسبة، تذكر مشاعر يمتو، تذكر يعني الجوع والضهد والظلم اللي صاير في وانو، الارض اللي يجم يعني تذكر بالارض اللي تكون يعني معهودة بالشيء الجميل بالضحكات الابتسامات بالألفة، صحيح انها منعزلة لكن اللي شافه لوفي غير واللي سمع لوفي غير، المشاعر تتأجج داخل لوفي وقاعد يظهرها في ضربة الريد هوك بالستايل المجنون هذا، كيف الضربة مع شرح انت يا شايب هيوغرو تجيك من عند القلب من نص من نص مصدر الكيب داخل جسم الانسان وتمرك على الاكس اللي عند لوفي صدره وخلال يده مع خلال الضربة، وجات ضربة مدوية جدا 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 جماعة الخير، ضربة يعني والله العظيم كاد طاح في الارض، البيجمان مصدومة تقول كادو شك طحت قم وقف، كادو الدم يطلع من فمه، يعني لا أحدثكم عن هذا الشيء الخيال يا جماعة الخير، يعني كمية الرسم كمية المشاعر كمية الحركة كمية التحريك كمية التقنية أو قوة التقنية في هذا الشيء كانت مجنونة جدا، راح أمزي يا جماعة الخير راح أمزي أتلموا يا جماعة الخير، فعلا الكمية كانت مجنونة بشكل جدا خيالي، يعني عذروني أصور حرمة صايم، يعني ودي أصرخ زيادة لكن ترى حين عاصر الأحبار الصوتية بقدر ما أقدر، ولا ترى في تعبير أقوى من هذا بيظهر لكم، ممسينا ممسينا الخير الاستديو أو الكاتب مكتب هذا الشيء، مكتب كبة البقمام كيف أضيحك أرضا، وقفت لوفي وقاعد يعدل قبعته، يا الله يا وقفت لوفي يا جماعة الخير، من قوة هذه الوقفة وهذه الصورة تركي الشيخ غرد فيها على طول، يعني تخيلوا يعني تخيلوا ان من قوة الحلقة وقوة يعني الصورة الحالة هذه الصورة ولوفي ماسك القبعة كذا حطها على راسه وعينه مخفية، الصورة الحالة هذه عن ألف كلمة، أودا أنا أقول لك يا أودا خنتني يا رقتو على الحلقة على الأداء، وصح توي أنيميشن خنتوني يا ريغاتو كذلك تستحقون الشكر من أعماق قلبي، ومتأكد أن في مليون واحد يشكرهم على الحلقة الرائعة هذه، يمكن كثير يشوف على الحلقة هذه صار فيها يمكن بدايتها يمكن نهايتها ما عجبه، بأخذكم الحين في التفاصيل، طبعا هذه كانت أبرز تفاصيل الحلقة هذه، الحين بتكلم عن بعض الإيجابيات بعض السلبيات الخفيفة الحلوة اللطيفة، أحد الأشياء الحلوة توضحت هنا وراك أن إيس منين أخذ ورقة الفيفر كارد، واضح انه ما كان يعرف وش ورقه الفيفر كارد، لا يناظر قال هذه ورقه، يعني مصدوم يناظر، فهمتوا هذا الشيء الايجابي الاول، يعني انه طلع من وانو راح لاراباستا وقابل لوفي والورقه اساسا هذه ماخذها من وام، يعني شوف الربط الجبار، يعني الربط مجنون جدا جدا، هذه 10 على 10 وهني الكاتب عليها، حتى لو كانت اضافه من الاستديو برضه هني الكاتب عليها، انا ما ادري لكن اهني الكاتب على الشيء هذا. الشيء الايجابي الثاني مشاعر يامته، إن
يوم شافت ورقة إيس قاعد تحترق وتبي تطلع من الجزيرة وكادو جاي يقول ترى برنك على وجهك وردعك البيت يلا بسرعة عود وطاح في بؤس مدري إيش مدري الكلام. لكن تذكر كلام جولدي روجر وكلام إيس بعد 20 سنة، شوف كيف قد إيش آمن بكلام كتبه أودن منقول من شفاه جولدي روجر وكيف آمن فيه 20 سنة. 20 سنة زي ما الأكزاي صبروا 20 سنة متخفين عشان يظهرون وقت مناسب، كذلك يمت وآمن بشيء قراه هو ما عاشه وشاف عدم أودن نعم وشاف كلام زوجة أودن نعم، لكن ما عاش اللي عاشه الأكزاي. لكن مع ذلك الكلام اللي قراه قاعد آمن بكلام أودن أو كلام جولدي روجر والرحلة كاملة. قال معليه بصبر، هو لوفي فعلا الفتى المختار، تركيز أخير من الكاتب أو من الاستديو إن لوفي فعلا هو الفتى المنتظر أو فتى النبوة. الشيء النقطة الأخرى بشيء إيجابي اللي حط هنا مشاعر أنت يا سوبر نوفا كيد كيلر لو زورو ولوفي مشاعرهم يا جماعة الخير. يعني ضحكة كيد في البداية مع كيلر يعني ورنكم الموضوع رواقان، يعني إحنا جايينك الحين من قف ملفات بندق خشوم، واتمنى يصير هذا الشيء، يوريك الاستعدادية حق السوبر نوفا. هذا شيء جميل، يوريك ان المعركة هذه يعني بتكون حامية الوطيس، ما فيها اي بريك ما فيها اي شيء، يعني ما حد راح ينسجن ما حد راح يطير بعيد او الى اخره، واتمنى ان هذا الشيء ما يصير. الان مع شيء سلبي في هذه الحلقة، ما راح اقول شيء سلبي يعني بقول شيء ما يقري، وانتم يعني اختاروا الكلمة زي ما تريدونها. يعني هي بداية الحلقة أن أخذ لك لقطات من الحلقة اللي طافت والحلقة اللي قبلها أعاد تكريرها من جديد. لاحظت أنا شيء خلاص أنت كررت مرتين ثلاث يا جماعة يا ابن الحلال، خلاص يا ابن الحلال خلاص سكيب، عطني فحوى الموضوع ومشني في باقي الحلقة. يعني حرام يعني ضيع وقت على هذا الشيء. أنا من الناس يتكلم من رأيي الشخصي محمد أشوف هذا الشيء ما داعي، خلاص سكيب يا جماعة الخير خلاص تين ماشي نونيت أرجوكم يعني. فبس هذا الشيء اللي حطه الوحيد بالنسبة لي. يعني أتمنى ما طلعت عليك بالحلقة، الحلقة كان جميلة جدا يعني 10/10. أول شيء الرسم، المشاعر، ثانيا ثالثا التحريك، رابعا مرة أقول أولا الساوند تراك يا جماعة الخير، الساوند تراك يا جماعة الخير، يعني الساوند تراك، الرسم، التحريك، المشاعر، كلها كلها اجتمعت طلعت تحفة فنية. ترى هذه التحفة النية الأربع نقاط هذه المهمة ترى بادية من بداية الحلقة المعلومية من كلام إيس مع يامتو، ترى المشاعر والتحريك والتلوين كله بادية من بداية الحلقة وانت على آخر الحلقة، كلها 10/10. ممكن في جزئية بسيطة كده في النص ها ما بانت، لكن عدا ذلك أمور جدا طيبة. وبكذا أختم الحلقة معاكم بقول سبحانك اللهم بحمدك أشهد لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. لا تنسى الاشتراك في القناة وتضغط اللايك والشير مع ون بيس. شوفكم على خير.